انتشر هذا الفيديو الذي يظهر جنوداً إسرائيليين داخل مستودع في غزة، قيل أنهم يسرقون منه آثاراً. الذين تداولوا الفيديو قالوا إنه نشر على حساب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية إليس كوزيدو عبر تطبيق إنستغرام، وكان الفيديو مصحوباً بتعليق نص على أن نائب رئيس هيئة الآثار الإسرائيلية ذهب إلى غزة لتفقد مستودع مليء بالآثار مع توقيع شكراً للمحارب موشي أجامي. في نفس منشور الفيديو تم تداول صورة أخرى لبعض من هذه الآثار معروضة داخل صندوق زجاجي في مبنى الكنيست، وكتب عليه أن هذه المعروضات تم عرضها في الكنيست. المنشور الذي تم تداوله يعود تاريخ نشره ليوم الأحد 21 من يناير الجاري حسب المزاعم التي تم تداولها. ولكن عندما قمنا بتفقد الحساب المنسوب لسكوزيدو على إنستغرام في اليوم التالي لم نجد الفيديو ولا الصورة التي داخل الكنيست، ولكن وجدنا هذه الصورة وهي واحدة منشورة ضمن القصص كتب عليها بالعبرية: تم استدعاء السلطات المعنية بالآثار من قبل الجيش الإسرائيلي لتفقد أحد المستودعات في غزة والتي يتوقع أنها أثرية، وقد قام عالم الآثار بفحص أولي. وأضاف أنه تم ترك الآثار في مكانها وطلب من الجيش الحفاظ عليها كما هي. إذن ما حقيقة المنشور المتداول؟ مبدئياً تأكدت بي بي سي من أن المكان الذي تم تصويره في الفيديو هو بالفعل مستودع للقطع الأثرية داخل غزة، يعود لخبير الآثار الفلسطيني فضل العطل. كانت بي بي سي قد صورت معه عام 2019، ويوجد بالتحديد في هذا المكان المتفرع من شارع الرشيد. قمنا أيضاً بالتحقق في جميع حسابات مدير هيئة الآثار الإسرائيلية إليس كوزيدو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى توصلنا لقناة منسوبة إليه على تطبيق تليجرام. هذه هي القناة. رجعنا منشورات هذه القناة خلال الأيام الماضية ووجدنا بالفعل صوراً من مقطع الفيديو الذي تم تداوله، ومقطع فيديو آخر ظهر فيه نائبه موشي أجامي وهو في طريقه إلى المستودع في شارع الرشيد المؤدي للمستودع. نفس التعليق الذي كان كتب على الفيديو المتداول سابقا على إنستغرام ولم نجده رافق هذه الصور. كما وجدنا صورا تطابق الصور التي تم تداولها قبلا للقطع الأثرية داخل الكنيست، وكتب معها هذا التعليق وهو: تم عرض القطع الصغيرة في الكنيست. أي أن المنشور المتداول نشر بالفعل عبر حساب إنستغرام المنسوب لمدير هيئة الآثار الإسرائيلية، ولكن تم حذفه واستبداله في وقت لاحق. تواصلنا مع هيئة الآثار الإسرائيلية للتعليق بالطبع، وجاء الرد من جهتها بأن موضوع الآثار في غزة خلال أوقات الحرب معقد ويخص بالفعل سلطة الآثار الإسرائيلية، وفي هذا السياق لا ينطبق قانون الآثار الإسرائيلي على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، وبالتالي فأن سلطة الآثار لا تمتد إلى هذه المنطقة، وأنه بعد أن عينت سلطة الآثار مستودع الآثار في غزة تم ترك القطع الأثرية التي نقبت عليها الأكاديمية الفرنسية في مكانها وفقا للاتفاقيات الدولية.